للمبيدات وانت بتخشها، ولازم تكون بكميات محسوبة كتير. اشتكوا انك بترش كميات كبيرة. دول غيرانين من زرقيتي، وبصراحة انا مستحيل البس في ايدي جوانتي. واني دكتور سيبها على الله. اعقلها وتوكل، كده المرض ممكن يوصلك بسهولة. في حاجتين، المبيدات الحشرية والاسمدة الكيماوية، زيادتهم في الاستخدام من غير وعي او دراسة بتسبب امراض سرطان القولون. معاك جوانتي زيادة. كل واحد بقى هيحكي عن تجربته وعن المعلومات اللي جمعها خلال الرحلة. مين فيكم بقى هيكلمنا عن التغذية السليمة؟ الغذاء المتوازن هو الغذاء اللي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم وبكميات مناسبة للاحتياجات اليومية. الغذاء الصحي بيساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكر والسرطان وتصلب الشرايين، وكمان وبالنسبة للرياضة يتم ممارستها 3 مرات او اكتر في الاسبوع. الرياضة بتقوي الجهاز المناعي عند الانسان. الرياضة ممكن تكون مشي او سباحة. انت رايح فين دكتور عاطف؟ مدير المصنع ده مش هيجيبها لبره، لازم اتكلم معاه بنفسي. كنتوا هايلين. وايه اخبار الجايزة؟ اول ما نروح المستشفى هقول لكم قدام الدكتور. دكتور عاطف اهو. يا دكتور عاطف. شوفوا غرباوي هيعمل فيهم ايه بعد اللي هتشوفوه حالا. هكون انا المنتصر، ومفيش قوة في الارض هتكون قدي. اي كلام هتقوله مش هيأثر معايا، كل اللي يهمني المكاسب اللي بيحققها المصنع. الدنيا هتبقى حلوة من غير شر، واجمل ما فيها ان في كتير بيحاربوا عشان ينصروا الخير. من يوم ما كانت المستشفى طوبة جنب طوب، ومن ساعة ما كان حلم على ورق، اتحمس للمشروع ناس كتير. اللي اتبرع بماله، واللي اتبرع بمجهوده، واللي بعمله، واللي بوقته. كلنا اتجمعنا حوالين مشروع يفيد بلدنا، لاننا بنحبها وبنحب الخير. تكرهوا اننا نحب الخير؟ لو شوفوا الفرحة في عينين بابا وماما لما خفيت، كانوا حيطيروا من الفرح. لو كنت شفتهم وهم بيحضنوني ودموع مالية عينيهم، ودكتور عاطف بيقول لهم الحمد لله سليم خف، من كل الاشرار ندموا على كل لحظة فكروا يأذوا فيها اي طفل او يحاولوا يهدوا اي مشروع جميل. الشر ممكن يدمر الشعوب، يحرق بلاد، لكن ما يقدرش يقف قدام انسان مالي قلبه حب الخير وحب ربنا
العيب في اللي بيسمح للشر انه يتحكم فيه. بعد كل ده مقدرش اقول غير ان سرطان ما بقاش زعيم امراض الكون في وجود مستشفى 57-357 ووجود ناس زي دول بيحبوا بلدهم الحب ده. رفعت الجلسة. بالنسبة لكيف جاي دخناها خلاص. مين يصدق ان تحقيق حلم جميل مرهون بكلمة اسمها الحب؟ بذرة طرحت فيه